شكرا جزيلا لزميلي العزيز الكابتن سيف زاهر ولضيوفه الكبار. سيداتي، آنساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحت شلبي يحييكم من قناتكم المفضلة دائما بمشيئة الرحمن On Time Sports، ويسعدني أن أكون معكم في واحدة من أكثر المباريات متابعة واهتمام على مستوى العالم العربي بأكمله، بل ولكل الناطقين بالعربية في العالم أجمع. الأهلي يحتل القمة منفردا، ساعيا إلى تحقيق هدفيه المنشودين، العنجهية الكروية بالفوز على غريمه التقليدي، ثم الابتعاد بالقمة لثمانية نقاط تحت شعار اللي حصلني كسرني. أما الزمالك فلسان حاله انسى الماضي يا قلبي، ما تكلمنيش على الكاس ولا على فقدان النقاط، أنا هعملها ليلة النهاردة، أفوز على الزبون وأقرب البعيد. لا توجد إجابات مطلقة في هذا اللقاء، الجميع يعلم أن مثل هذه المباريات لا تحكمها المستويات ولا فرط التصريحات، بقدر ما يحكمها إرادة اللاعبين ومن قبله توفيق المولى سبحانه وتعالى. هينزل الفريقين إلى أرض الملعب وتشكيل النادي الأهلي اليوم. في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال كما يبدو لي، خالد عبد الفتاح باك يمين، محمد هاني ورامي ربيعة قلبي دفاع، وعلي معلول باك شمال. قلت ليه كما يبدو لي؟ لأنه ربما خالد عبد الفتاح يخش في القلب ويودي محمد هاني على الطرف، ربما يكون هذا. وسط الملعب اتنين ارتكاز، أليو ديانج وحمدي فتحي بعد الاطمئنان على سلامته. نازلين الفريقين الأرض الملعب ومعاهم مراقب المباراة الكابتن عادل محفوظ. في المنطقة الأمامية حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، وراس حربة محمود كهربا. الزمالك محمد عواد في حراسة المرمى، خط الظهر من يمين للشمال حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي. وسط الملعب الثلاثي نبيل دونجا، إمام عاشور، عمرو السيسي. أمامهم الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي، ورأس حربة سيف الدين الجزيري. واضح كده فيما يتعلق بنادي الزمالك ان هو بيلعب 4-3-3، النادي الاهلي بيلعب 4-2-3-1، لكن العبره ليست بالكلمات او وصف الخطوط، لكن العبره بالتنفيذ على ارضيه الملعب، وهو ما سنشاهده. نزول كهربا النهارده مهم جدا جدا للنادي الاهلي وله هو شخصيا، بعدما اثبت الحقيقه وجوده بشكل رائع جدا في مباراة سموحة الأخيرة. النهاردة بيقدمه كولر للمرة الثانية ويراهن على أداء جيد من جانبه، خاصة أن هو بيلعب كرأس حربة في وجود الاثنين رؤوس الحربة الأساسيين على دكة البدلاء. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. النادي الاهلي النهارده في حراسه المرمى فيما يتعلق بالنادي الاهلي علي لطفي، ثم محمد شريف، ايمن اشرف، مروان عطيه، محمد كريستو، شادي حسين، طاهر محمد طاهر بعد العوده طويله من الاصابه، محمد فخري، احمد نبيل كوكا. بدلاء نادي الزمالك محمد صبحي لحراسه المرمى،
عمر جابر، مصطفى زناري، سامسون إيكانيولا، شيكابالا، محمد أشرف، رؤى يوسف، أسامة نبيه، سيد نيمار، وسيف فاروق جعفر. يدير لقاء النهاردة طاقم سلوفيني من سلوفينيا بقيادة الحكم الدولي سلافكو فينيتشيتش، ويعاونه الثنائي توماس كلانستيك وأندراز كوفازيتش، بينما حكم رابع نادر أمر الدولة. في غرفة الفار أيضا اثنين من سلوفينيا، ماتي جورج ويعاونه أين بوروساك. مباراة أتوقعها قوية للغاية. الزمالك ليس لديه رفاهية فقدان النقاط إذا أراد أن يستمر في الصورة ويبقى منافسا للنادي الأهلي على قمة جدول الدوري، بينما النادي الأهلي يريد أن يذهب بعيدا ببطولة الدوري حتى لا يتعرض لأي مضايقات من غريمه التقليدي نادي الزمالك. مع كل الاحترام لبيراميدز وفيوتشر، لكن يبقى الكبيرين دوما هما المنافسان على قمة جدول الدوري عبر سنوات طوال. ملناش دخل بالسنة اللي فاتت، كان ليها ظروف خاصة جدا. هيطلق الحكم السلوفيني سلافكو ليفيديتش صفارة بداية اللقاء، بيبص للمساعدين بتوعه. طبعا هناك غيابات كثيرة جدا هنا وهناك، سنتحدث عنها لما تيجي أول فرصة، لكن من المؤكد أن الغيابات ستكون مؤثرة، ولكن أعتقد بنفس القدر على كلا الفريقين. غيابات الأهلي مؤثرة وغيابات الزمالك أيضا مؤثرة. ده الوجه الجديد خالد عبد الفتاح، وطبعا زيزو النهاردة بيعول عليه فيريرا أمال كبيرة جدا جدا جدا. هناك بعض اللاعبين المحاور الرئيسية في أداء كل فريق، تتحدث عن لاعبين لهم تأثير قوي جدا أثناء سير المباراة. كده هيبقى على يمنا نادي الزمالك بزيه التقليدي أبيض فأبيض فأبيض، وعلى شمالنا النادي الأهلي أيضا بزيه التقليدي أحمر فأحمر فأحمر. رمي التماس من ناحية الشمال هيلعبها محمد عبد الشافي، بيلعب النهاردة على حساب أحمد أبو الفتوح وأيضا عبد الله جمعة لعدم الجاهزية الفنية. يلا نتابع مع بعض. علي معلول من ناحية الشمال يلعبها على طول أحمد عبد القادر، على وسط الملعب مرة تانية حمدي فتحي، واحدة طويلة وعريضة وعميقة وحلوة لحسين الشحات، داخل حسين قلب عرضية، عرضية خطيرة من القلب، يا ولد يا ولد يا ولد، ولسه في الملعب. ورمي التماس لصالح النادي الأهلي اتعملت حلوة قوي 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 من حسين الشحات، هيبقى محور أداء مهم جدا جدا في أداء النادي الأهلي. حسين الشحات كانش مقتنع بيه كولر في بداية الموسم، لكن مع الوقت قدر يدرك إمكانياته وقدراته، وكمان حسين طور من أدائه الحقيقة. رمي التماس من ناحية شمال وعمرو السيسي، أول كرة كده مشتركة، قوم يا عمرو مفيش حاجة إطلاقا إن شاء الله. لكن زي ما قلت لحضراتكم المباراة عصيبة على الفريقين. فرصة أقول لكم الغيابات هنا وهناك. في الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة عدم اكتمال لياقة بدنية، إبراهيم أناضاي ومحمود الونش إصابة، يوسف حسن، حسام أشرف، محمد طارق الأسباب فنية. اتعملت من ناحية الشمال، هيرجعها الحكم مرة تانية. رمي التماس من ناحية الشمال علي معلول. عايزين نتفرج على ماتش حلو النهاردة، نسهر سهرة جميلة كده كروية حلوة في أجواء مثالية. جو النهاردة في القاهرة جميل جميل جميل، الحرارة تقريبا دلوقتي 18 درجة مئوية، يعني تدي فرصة للاعبين يأدوا أجمل ما يكون، مفيش هوا على الإطلاق، حاجة كده يعني وجبة جميلة 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 كروية بإذن الله. مقطوعة طويلة تروح على طول في متناول محمد عواد. أرضية على وسط الملعب إمام عاشور، حطها في الشمال حسام عبد المجيد، ينكشها نكشة جميلة لمحمد عبد الشافي في الشمال، ودي واحدة طويلة وعميقة بعيدة جدا جدا جدا، وتروح وتبقى ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. يبقى دائما محمد عبد الشافي الرجل اللي ساعة ما يطلب يبقى جاهز، ساعة لما يطلب يبقى جاهز بمنتهى الأخلاق الرفيعة والحميدة، عمرنا ما سمعنا عنه أي حاجة. من ناحية اليمين حسين الشحات، بينطلق محمد هاني،
شايف كده محمد هاني هو اللي بيلعب على الطرف اليمين زي ما قلت لحضراتكم في البدايه، على وسط الملعب دونجا حطها على يمين وضغط النادي الاهلي، ومره ثانيه والسيسي وتطول وضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك. احتفاظ بالكره في ثلث الملعب الاولاني مش هيبقى مطلب اعتقد لفريرا ولا لكولر، خاصه في بدايه المباراه. اعصاب مشدوده، الضغط جامد جدا، اللياقه البدنيه في اعلى معدلاتها، وبالتالي اي خطا يعمل مشكله كبيره جدا جدا جدا. من ناحيه شمال احمد عبد القادر يحطها اطول من لازم اطول من لازم اطول من لازم، هيسيبها وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. يبقى كده اللي انا شفته في الانطلاقه اللي فاتت، محمد هاني على الطرف اليمين، ده معناها ان خالد عبد الفتاح هيخش في القلب، هنشوف ربما هيغيروا اماكنهم مع بعض اثناء المباراه، هنشوف. جماهير نادي الزمالك الوفيه الجميله، وقطعا الناحيه الثانيه هتبقى جماهير النادي الاهلي اللي اكيد هنشوفها حالا. ضربه مرمى لمحمد عواد طويله وعاليه، لمسه جميله من الجزيري، والحكم ممشي اللعب لان الكوره كانت في صالح النادي الاهلي، لكن تطول وتبقى رمي التماس لصالح نادي الزمالك من ناحيه اليمين. وادي لقطه طبعا لجماهير النادي الاهلي، جمهور يا جماعه هو اللي بيدي طعم للمباريات، المهم طبعا يبقى جمهور جميل، وتحت كلمه جميل حط 100 خط، ده اللي احنا عايزينه ان شاء الله، ما يقلوش خط واحد. امام عاشور بيحاول، تطول وتبقى رمي التماس مره ثانيه للزمالك من ناحيه الشمال. محمد عبد الشافي على وسط الملعب، مقطوعه مره ثانيه بسحبه كده لمحمد هاني، الحقيقه اللي عنده ما شاء الله درجه فوقان عاليه جدا 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 الفتره اللي فاتت. من ناحيه اليمين ادي محمد هاني، محمد عبد الشافي عاليه، اي حاجه كده ما تمشيش مع مصطفى شلبي اللي بيلعب ناحيه الشمال، ترجع مره ثانيه لما واطول وعايز يعدي عايز يعدي عايز يعدي، سباق حط جسمه وحط جسمه بره، وضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. امام عاشور مؤكد قدم لنا في اوقات سابقه مستوى عالي جدا جدا، تراجع نسبيا الفتره اللي فاتت، نتمنى ان يعود لمستواه بشكل عام بشكل عام، لانه طبعا منتخب مصر محتاج لكل لاعب عنده خبرات عنده خبرات. على وسط الملعب المالي اليو ديانج، انطلاقه على شماله على طول بيتحرك هناك علي معلول، ياخدها من حمدي فتحي، كان في شكوك حول مشاركه احمد فتحي لكن اتعمل له جلسات علاج طبيعي مهمه جدا جدا عشان يلحق بهذه المباراه. عمرو السيسي، عمرو دونجا مرة تانية، حسام عبد المجيد على شماله محمد عبد الشافي، محمد عبد الشافي يرجع حسام عبد المجيد على وسط الملعب، استلام من محمد عبد الغني، بينزل لتحت كده نبيل دونجا عشان يستلم، نقلتين ثلاثة بدأ الأهلي يتقدم للأمام عشان يقفل زوايا التمرير، يضطر يلعبها طويلة وعالية، مقطوع على طول من خالد عبد الفتاح، اختبار صعب جدا يا جماعة لخالد عبد الفتاح انه يلعب اول مباراه له، اول مباراه يبتدي بيها يعني، ومن البدايه وفي منطقه حساسه جدا كقلب للدفاع، اختبار يعني محتاج اعصاب من حديد اعصاب من حديد. كل الاحترام للانديه اللي لعبها قبل كده خالد عبد الفتاح، ولكن انت الان في النادي الاهلي امام ملايين من محبيه ومشجعيه، اختبار قاسي. ضربة حرة مباشرة لزيزو من ناحية الشمال، محمد هاني داخل لجوه، هيلعبها زيزو عالية لكن مقطوعة من القلب على طول، ترجع لدونجا يحطها على شماله، حلوة جدا جدا، وادي زيزو والعرضية لكن مقطوعة معليش بيها بالشكل الكفاية، استلام من مجدي قفشة طولت منه، يرجع يخش بيها لجوه يا ولد يا لعيب، ويحطها هناك خالص ناحية الشمال على صدره علي معلول، ارضيه ياخدها من عبد القادر، علي معلول بشماله طويله وعميقه وعاليه وخطيره من القلب يا ولد يا ولد، العاب الهواء يجدها تماما حسام عبد المجيد، اتلعب طويله ناحيه اليمين
سيف الجزيري ما يعرفش يعدي، مقطوعه للنادي الاهلي وتطول وتبقى، لا لسه والله في الملعب، عمرو السيسي على وسط الملعب، على وسط الملعب ماشي المتحرك مصطفى شلبي لامام عاشور، عايز يشوط، عايز يشوط، عايز يشوط، تسديده تضرب في خالد عبد الفتاح وترجع مره تانية لحسين ناحيه اليمين، عايز يرقص ببطن رجله جميله جدا جدا لكهربا، ماشي ماشي، اتاخر جدا حسين، شاركوا فيها دونجا على طول، تروح هناك خالص عند المسلوسي ناحيه اليمين، حمزه المسلوسي، جماهير لا تتوقف، الجماهير لا تتوقف، ودي جمال اللقاءات دي، اهلي وزمالك، خطير، كهربا كهربا كهربا، عايز يعدي، عايز يعدي، ماشي ماشي بالعرض، ماشي بالعرض، مضغوط عليه، طلع له هاني، طلع له هاني، حطها له، لكن في المتناول تطلع وتبقى رمي التماس للاهلي من ناحيه اليمين. كهربا يعني طبعا جواه مجموعه مشاعر، مجموعه مشاعر، اكيد اكيد. حمدي فتحي هناك خالص في الشمال، علي معلول، احمد عبد القادر امامه، حمزه المسلوسي، عبد القادر يخش بيهم لجوه، ارضيه صغيره، اليو ديانج يفتح هناك عند علي في الشمال، خطير خطير خطير، لكن معديه الناس كلها. مره تانية نازل لتحت خالص مصطفى شلبي، ماشي بالعرض، سلمها لدونجا، دونجا يرجع لورا، عمرو السيسي اللي بيرتد امام خط دفاعه باستمرار، ترجع مرة تانية النادي الاهلي، اليو ديانج، اليو ديانج استلام، بطن رجله حلوة جدا في الشمال، تقدم لعلي معلول، علي معلول مع عبد القادر يحطها له، عبد القادر واحد لواحد، واحد لواحد، هتخش لجوه، هتخش لجوه، يرجع مرة تانية، ارضية صغيرة، حمدي فتحي، تسديدة من اخر الدنيا حمدي، بعيدة جدا جدا جدا، تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. داخلين على 10 دقايق وما زال اللعب مجمد تماما في منطقه وسط الملعب، لا شفنا محمد عواد ولا شفنا محمد الشناوي، اللعب كده محصور في منطقه وسط الملعب، مفيش اي هجمات من هنا او من هناك، حذر كبير جدا، ارضيه مقطوعه ولمسه والثانيه لمحمد هاني، عايز يعدي مع حسين الشحات، عايز يعدي مع حسين الشحات، عايز يعدي مره ثانيه لكن اتاخر جدا، محدش هيستناك هنا كتير يا هاني. ارتداد لمصطفى شلبي، الجزيري تعدي من تحت رجله كده، فكر تفكيرين، يستلم ويعدي، لا استلم ولا عدى، ترجع لحمدي فتحي، محور اداء مهم جدا جدا في وسط الملعب، حمدي فتحي مع اليو ديانج، ضربه حره غير مباشره على كهربا متسلل، ضربة حرة غير مباشرة، كهربا واقف ورا خط الهجوم، ورا خط الدفاع، انطلاقة من ناحية الشمال اليو ديانج، عايز يعدي من الوسط، عايز يعدي، عايز يعدي، حطها أرضية، خطير خطير خطيرة يا راجل، تسديدة ضعيفة جدا 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 من أحمد عبد القادر، لكن تضرب وتطلع وتبقى ضربة ركنية لصالح النادي الأهلي من ناحية الشمال، عايز يعدي سندها كده اليو ديانج وعايز يشوط لكن تضرب وتغير اتجاهها، لكن كانت ضعيفه، ما كانتش يعني اعتقد غير مؤثره، تبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، هيلعبها بشماله علي معلول، تعليمات من سلافكو فينزفزيتش للعيبه داخل المنطقه، هيلعب بشماله علي معلول، وادي خمسة احمر جوه المنطقة، عالية من القلب على طول يا ولد يا ولد، على طول يطلعها حسام عبد المجيد، ومرة تانية كده باصة يعني باصة من اليو ديانج للحارس محمد عواد، محمد عواد بيهدي اللعب، حطها على يمينه، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، حمزه محمد عبد الغني مره ثانيه، النادي الاهلي يعني بيقابل في نص ملعب نادي الزمالك، ما بيضغطش من قدام يعني، حسام عبد المجيد، تسقيطه طويله في اتجاه عبد الشافي، لكن يا ولد يا لعيب محمد هاني على طول، اليو ديانج يرجع لمحمد هاني، اليو ديانج، خالد عبد الفتاح
ارتقاء من المثلوثي اللي اتطور اداؤه جدا الحقيقه الموسم ده مع فيرير، خاصه في طريقه 3-5-2. حمدي فتحي، اليو ديانج ما يعرفش يعدي، ياخدها امام عاشور لدونجا لعمرو السيسي مره ثانيه. المثلوثي ما زلنا في منطقه الهدوء حتى الان، ما فيش غارات حقيقيه مؤثره على كلا الفريقين. داخل لجوه امام عاشور، يلم كورته مره ثانيه، يرجع لورا. حسام عبد المجيد حلوه جدا بطن رجله، استلام لامام اللي مصطفى شلبي، كان زيزو اللي فات والله. مجدي قفش طلع له المنطلق محمد هاني، ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني ماشي هاني، حكم بيقول ما فيهاش حاجه، لكن هاني بقى عنده جرأة هجومية عالية جدا جدا جدا، بيقول له العب انت عايز ايه، واقف ليه؟ حسام عبد المجيد بيعترض على امام عاشور، امسكها، اوكي، وادي حسين الشحات في الكرة اللي فاتت، كان حسين والله اللي منطلق، وعدى لجوه ورجع مرة تانية يعني، لكن الكرة مش يلا. حسام عبد المجيد استلام على وسط الملعب، دونجا يغير الملعب هناك خالص، حمدة المثلوثي بطن رجله صغيرة، زيزو بكعبه، المثلوثي طويلة، الجزيري براسه أي كلام، ورمي التماس للنادي الأهلي من ناحية الشمال. لسه المباراة لم ترتقي بعد إلى المستوى المأمون، وده طبعا راجع لأنه كل فريق عنده حذر دفاعي كبير جدا، مفيش تكملات هجومية من خط الوسط مع المهاجمين حتى الآن، وبالتالي بيبقى في قلة عددية في منطقة الجزاء هنا وهناك. ده محمد هاني، خدها مرة تانية محمد هاني من قفشة، اليو ديانج، قفشة حل عليه من بعيد، مصطفى شلبي يرجع لديانج، لقفشة لديانج، حمدي فتحي، اليو ديانج، كل ده نقل، حاول فتح ثغرات كل اللعيبة بتاعت الزمالك قدام حضراتكم، العشرة أبيض هم قدام حضراتكم، وبالتالي مقطوعة على وسط الملعب مرة تانية، اليو ديانج، اليو ديانج، اليو ديانج، أخر جدا، بيدور هناك، حطها هناك في الشمال، أحمد عبد القادر. في لعيبة طبعا عندها قدرات خاصة بالمراوغة اللي تحل المشاكل، طبعا موجود أحمد عبد القادر وموجود حسين الشحات في الأهلي، ودي واحدة طويلة وعالية وخطيرة وعرضية، لكن مش لاقي حد، مش لاقي حد. في الزمالك طبعا في إمام عاشور وفي زيزو، الاثنين عندهم قدرات فنية عالية. انطلاقة للجزيري، كان عايز كده يتدخل معاه شلبي، قال له سيبها وروح أنت. ترجع لامام عاشور مرة تانية، سيف الجزيري، ثلاث اربع نقلات لنادي الزمالك. هناك خالص في اليمين حمد المثلوثي، عمرو السيسي اللي اتطرف في الشمال، يلم ويخش لجوه، بقت على شماله، يرجع على وسط الملعب مرة تانية، ماشي بالعرض زيزو، لعبها ارضية اي حاجة، طلعها رامي ربيع طويلة، ترجع للحارس محمد عواد. حسام عبد المجيد بط رجله، استلام من مصطفى شلبي، محمد عبد الشافي طلع له لبره، حط رجله محمد هاني، تبقى رامي التماس، مصطفى شلبي، مصطفى شلبي معاه اثنين، صعبة صعبة يا مصطفى جدا تطلع، اداها ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية الشمال، ضربة ركنية لنادي الزمالك من ناحية الشمال، ضربة ركنية، هيلعب بيمينه الشناوي وتوجيهاته، والعرضية منتهى الخطورة. حسام عبد المجيد هيئة هو يعني المميز جدا في العاب الهواء في نادي الزمالك، واحرز قبل كده اكتر من هدف
من ضربات ركنيه، اتلمست له كده لورا، طلع عالي، لكن كان معاه الشناوي كده بايده، وبالتالي ما قدرش يركز في ضربه الراس، طلعت بره وضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. رامي ربيعه، اليوديانج، محمد هاني، هاني، حسين الشحات، تسقيطة طويلة حلوة خطيرة، عداه 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 عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر، لا هوبو، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، أول كورة تعدي بغرابة شديدة جدا من أمام خط الدفاع، نشنها عبد القادر في أقدام مجدي قفشة، دخل ببطن رجله، لو قفل بطن رجله وش رجله كان مفتوح لبره، عشان كده طلعت بالشكل ده، لكن لو قفل وش رجله جوه الملعب كان ممكن جدا تبقى هدف اكيد، هو حب يزقها في البعيده، في الحاجات دي ما تفكرش في البعيده والقريبه، في الحاجات دي احكم بطن رجلك بمنتهى القوه، لو بمنتهى القوه الكافيه لو جنب وش الجون هتخش، لكن هو فكر في التوجيه عشان كده خرجت بهذا الشكل. اول كوره في الدقيقه تقريبا 19 على مرمى نادي الزمالك فيها رائحه الخطوره. ناحيه اليمين خالد عبد الفتاح، ياخدها دونجا، على شماله عبد الشافي، عايز يسقط واحده طويله مردوده من خالد عبد الفتاح، عايز يعدي، خطير خطير خطير، والعرضيه، يا نهار ابيض يا راجل، يا نهار ابيض يا عمرو يا سيسي، بعيده جدا جدا جدا، اللعيبه لسه ما عندهاش اعصاب هذه المباراه، زمالك يخشى من لدغه تكلفه كتير، مش بس في مباراه النهارده، في مساره في مسابقه الدوري العام، والاهلي عايز يتجنب اي امر يزعجه في جدول الدوري، وهو مطمئن الى حد ما الان بفارق 5 نقاط، هيتحرر هذا اللقاء بهدف هنا او هناك. احمد عبد القادر، علي معلول على وسط الملعب، حمدي فتحي يفتح في الشمال لعلي معلول، علي معلول، ارضيه لاليو ديانج، اليو ديانج حل على كورته بشكل جيد جدا، مجدي قفشه، قفشه عايز يسقط واحده في اليمين في اتجاه حسين الشحات، لكن مقطوعه وخطيره وعاليه، الحاجات دي مش هتتحسب ابدا ابدا، ما فيهاش حاجه اساسا، واوعى تفكر ان انت هتخدع ابدا الحكم هنا او هناك، يعني طويله اطول من لازم، اطول من لازم، وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. مر من زمن المباراه 20 دقيقه وما زال الاهلي والزمالك كش ملك، لا ده قادر يخلص ولا ده قادر يخلص، الاثنين خايفين من بعض تماما وعاملين حساب بعض تماما، مفيش اي تضحيه حقيقيه في اي هجمه هنا او هناك، وبالتالي الموقف متحوصل في منطقه وسط الملعب باستثناء كره وحيده من احمد عبد القادر لمجدي قفشه كان ممكن جدا جدا يبقى فيها كلام تاني. علي معلول اطول من لازم لمحمد عواد، عواد، محمد عبد الغني، دونجا، محمد عبد الشافي، ورمي التماس. قلت لكم غيابات الزمالك، الاهلي طبعا غيابات كتيره جدا ايضا، محمود متولي ايقاف انذار ثالث، كريم فؤاد واكرم توفيق ومصطفى شوبير وعمرو السليه ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم وبرونو سافيو وبيرسي تاو للاصابه مستشفى. عبد الغني، حمده المثلوثي يرجع مره ثانيه، عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الغني، الاهلي عايز يضغط، بس عشان يضغط لازم الكل يضغط وراه، لازم الكل يضغط ورا الاثنين اللي قدام، عالية، محمد عواد، عواد يحطها لحسام عبد المجيد، استلام من حسام وماشي، محمد عبد الشافي، امام عاشور، حسام عبد المجيد، واحدة طويلة وعميقة
كثيري كثيري كان عنده فورمة عالية قوي 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 الموسم اللي فات في وقت معين، الفترة الأخيرة محتاج تركيز أكتر يا جزيري من اللعيبة المهمة جدا، لاعب دولي تونسي طبعا، لكن الفترة الأخيرة الجزيري مش هو الجزيري بتاع السنة اللي فاتت خالص. أرضية هجدي في منتهى الخطورة، أليو ديانج مقفول عليه التمرير يرجع لورا، حاجات خطرة جدا لكن يتصرف. برافو رامي ربيعة لعلي معلول على وسط الملعب، حلو قوي القفشة، يلمسها أي كلام، يروح لها حسين الشحات عالية مرة تانية، خالد عبد الفتاح يلعبها ترتد على وسط الملعب، يا ولد يا هاني هاني، رامي ربيعة، أليو ديانج، حسين الشحات كان بيجري له أحمد عبد القادر اضطر يخش لجوه لأن مفيش عمق هجومي حقيقي للنادي الأهلي. من ناحية اليمين سيسي 1-2 عمرو السيسي، أي كلام، وضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. الأهلي بيفتقد لإيه في المنطقة الهجومية؟ بيفتقد لرأس حربة ارتكاز حقيقي. واحد يقول لي ما هو كهربا راس حربه، كهربا لعيب كبير ما فيش كلام وعنده امكانيات جيده ما فيش كلام، لكن هو مش راس حربه، هو جناح يمين او شمال يسلك لعب كتير جدا جدا. بنى طبعا كولر افكاره على مستوى كهربا في مباراه سموحه، لم يكن سموحه في هذه المباراه هو الخصم الحقيقي اللي تقيس عليه وتبني افكارك عليه، بالاضافه الى طبعا وجود رأسي الحربة شادي حسين ومحمد شريف على دكة البدلاء، لكن لسه الحكم ما زال مبكرا. خالد عبد الفتاح عرضية، رامي ربيعة، علي معلول على وسط الملعب، أليو ديانج ماشي، أليو ديانج حطها حلوة جدا في الشمال، عبد القادر عبد القادر عبد القادر عبد القادر بيدور على حد يسند عليه مش لاقي حد، تتقطع منه وشنكله، تبقى ضربة حرة لصالح نادي الزمالك. طبعا كون ان الكرة انتظرت تحت اقدامه اكتر من 25 ثانية ده معناه ان هو بيدور مش لاقي، بيدور مش لاقي. اللعيب لما بيبقى تحت رجله الكرة لازم يبقى عنده اختيارين ثلاثة وهو يختار مين اللي يخلق الاختيارين ثلاثة دول، زملائه بالتحركات، هو يختار الأنسب من وجهة نظره في اللحظة اللي هو بيطلع فيها الكورة من بين أقدامه. ضربة حرة مباشرة محمد عواد، لكن عاجبني قوي جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، أصواتهم ما شاء الله عالية وجميلة وحناجرهم قوية، و يعني مفترض ان هم يشعلوا حماس اللاعبين على ارضيه الملعب، لكن القدرات حتى الان مش مديه. وادي واحد حلو، خطير 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 خطير، يا نهار يا نهار، في تسلل في تسلل ماشي في تسلل ماشي، طلع بيها الكهرباء لبره كويس قوي، قفلها ببطن رجله، طبعا دي عايزه القفله بوش رجل الخارجي، هنشوف هنا التسلل. اه طبعا تسلل 100% 100% 100% دي لبره، وبعدين تقفل بوش رجلك الخارجي اليمين تلف معاك ببطن رجلك من الزاويه دي صعبه جدا، عايزه بقى ايه، لكن بوش رجلك الخارجي، ولاعيبه الكره العاليين بقى يعني يقدروا اللي انا بقوله ده، ان هو بعد ما خدها ناحيه اليمين يحلق بجسمه كده ويرمي كتفه لقدام شويه ويحط وش رجله الخارجي عشان تلف معاه وتخش، لكن كل الكلام ده ملوش لازمه لان الكره اساسا كانت تسلل. رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه الشمال، أليو ديانج، حمدي فتحي طويله وعميقه، ملك العاب الهواء في الزمالك حسام عبد المجيد بحييه، اثبت جداره كبيره جدا من لحظه تصعيده، كان هيعار ده الاسوار لكن فريرا شاف ودرسوا وقدموا لجمهور نادي الزمالك الحقيقه، وقد احسن التقدير حسام من جانبه. ضربه ركنيه
لصالح نادي الزمالك من ناحيه الشمال. زيزو بيجي كتير هنا ناحيه الشمال، وانتم عارفين رايي في الحكايه دي. زيزو لا يجيد الا في الجبهه اليمنى قولا واحدا، قولا واحدا. بص الجماهير يا جماعه ومن جمالها، ده طبعا اللي قدامي ده جمهور الاهلي، الناحيه الثانيه جمهور الزمالك. عرضيه عاليه خطيره من قلبه معديه ما تعديش، مقطوع على طول لحمدي فتحي، ماشي حمدي بيدور حطها على شمال هناك احمد عبد القادر 1 2، لكن ما اتظبطش التو، تتقطع لعمرو السيسي يا ولد يا لعيب، ويغير الملعب حلوه جدا عند زيزو في الشمال. زيزو هاني عايز يعدي، عايز يعدي لعبها ارضيه على وسط الملعب مره ثانيه. دونجا عايز يفكر، عايز يفكر، حلوه 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 قوي يا دونجا، حلوه قوي قوي. اول تسديده جيده على المرمى من جانب دونجا، صلح كورته كده وحط جسمه لقدام وقفل وش رجله روعه. وبرافو يا شناوي، برافو يا شناوي، راح في المكان والزمان وحط كفوفه الاثنين وطلعها بره عشان تبقى ضربه ركنيه. دي اول كره خطيره للزمالك على مرمى النادي الاهلي. عرضيه عاليه من البوكس على طول، احمد عبد القادر ما يعرفش يلمها، ترجع لعمرو السيسي اللي بيسقط لتحت في الضربات الركنيه. عبد الشافي، زيزو، زيزو 1 2، لكن ما تتظبطش من امام عاشور. واحده ثانيه، لكن يا ولد يا رامي، رامي ربيعه بيعجبني الحقيقه، رامي ربيعه بيعجبني، ما اعرفش كان في وقت كده، لكن انا اشوف انه لعيب ممتاز لما بيبقى بدنيا جاهز، بيبقى لاعب ممتاز. اليو ديانج دخل لجوه، اليو ديانج بالعرض عايز يعدم الوسط، عدم الوسط طويله طويله طويله، خطير خطير على يمينه حلوه جدا. الشحات، 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 ارضيه وبوش رجله الخارجي، خطير خطير. يا نهار ابيض، السنده طويله يا عبد القادر، السنده طويله يا عبد القادر، مع ان اتعملت له حلوه قوي 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 قوي، اخدها كده على العضد الفخذ الاماميه، لكن زقها شويه زياده طلعت بالشكل اللي احنا شفناه، وتبقى ضربه ركنيه للنادي الاهلي من ناحيه الشمال. نص ساعه والتعادل بدون اهداف. علي معلول بيظبط كورته، اربعه احمر قدامنا في الصوره بقى الخمسه اهو، والعرضيه العاليه وعاليه مره ثانيه ترتد لدونجا اللي يسيبها وتبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك. تسديدة حلوة قوي قوي قوي، قوة مناسبة وزاوية ممتازة، حط وش رجله مظبوط زي ما بيقولوا الأجانب، شوت ذا بول باي ليسز، شوت الكورة برباط الجزمة في التلتين الفوقاني بتاع الكورة، تلتين الكورة الفوقاني، حط رباط الجزمة، اكفي صدرك لقدام، هتطلع بالشكل الجميل ده. على وسط الملعب عمرو السيسي، دونجا، مثلوثي، دونجا، حلوه جدا للسيسي المتحرك النهارده. السيسي بيأدي اداء جيد الحقيقه في وسط الملعب مع دونجا. رامي التماس من ناحيه اليمين، يرجع لورا عبد الغني، حسام عبد المجيد ماشي بالعرض، حسام بطن رجله، مصطفى شلبي، امام عاشور، دونجا، دونجا ضربوا لخمه كده مع بعض هما الاثنين، بقت رمي التماس للنادي الاهلي. داخل قفشه لجوه، بطن رجله حمدي فتحي، قفشه اتاخر جدا، ياخد فاول وضربه حره مباشره لصالح النادي الاهلي. الله على الشكل والجمال، الله على الشكل والجمال، هنا وهنا، انتوا الاثنين حلوين، انتوا الاثنين طعمين، محتار اشيل مين جوه عيوني، انتوا الاثنين جوه العيون والله. اليو ديانج، اليو ديانج على شماله عبد القادر وعلي، علي ديانج، ديانج اطول من لازم، رمي التماس للاهلي من ناحيه الشمال. مجهود كبير بيتعمل على ارض الملعب، لكن هناك كثافات عددية قوية جدا هنا وهناك. واحدة اهي، واحدة اهي، واحدة اهي، خطير خطير خطير، عايز يلعب العرضية، كهرباء
وعايز يلم كورتو. اليو ديانج يضغط عليه بمنتهى القوه، ياخدها في مساحه جميله جدا. امام عاشور بيجري له الجزيري ومعاه عبد القادر، امام وعبد القادر، امام وعبد القادر، يعدي امام مره ثانيه ولسه ماشي، وخطيره وخطيره ويتشنكل. مجهود كبير جدا، مجهود كبير جدا. ايه يا ابني عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ امام عاشور عايز ايه؟ واحمد عبد القادر ايضا عايز ايه؟ فاول 100% ما فيهوش كلام، ادالك حقك خلاص انتهينا من كده. معرفش، اعصاب مشدوده جدا، وداخل زق معاه حمدي فتحي بعد ما عدى من احمد عبد القادر، كمل معاه حمدي فتحي وزق، وزقه واضحه جدا جدا. ادي عبد القادر معرفش يوقفه، عدى امامه حط جسمه وتوازن، دخل حمدي فتحي قال له تعالى بقى كفايه كده. ضربه حره، ايه يا ابني؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ اداك حقك خلاص. عندنا لعيبه لطيفه جدا. ضربه حره مباشره من ناحيه اليمين لنادي الزمالك، هيلعبها زيزو. حيطه ثنائيه، وادي 2 4 5 ابيض داخل المنطقه، وحيطه من قفشه وحمدي فتحي، وحوارات كالعاده من سلافجو بنستيتش للعيبه. يعني طبعا ده بيتكلم ولا حد فاهم، طبعا ده بيعمل راسه كده وده كده ولا حد فاهم حاجه، لكن مفهوم هو بيقول ايه. ضربه حره من ناحيه اليمين، هتتلعب عرضيه عاليه معديه مش معديه، طلعها خالد عبد الفتاح، لغايه دلوقتي ماشي كويس خالد عبد الفتاح رغم قسوه التجربه، اول مره يلعب مع الاهلي من بدايه المباراه وكمان قدام الزمالك. عمرو السليه يرجع في اتجاه محمد عواد، محمد عواد زي ما انتم شايفين في الصورة رقم 7 كهربا لوحده خالص في نص ملعب نادي الزمالك، صعبة الحكاية جدا جدا. مرة تانية خالد عبد الفتاح ما يعرفش ياخدها، ياخدها منه بقوته الجزيري وعايز يعدي، لكن راح له الخبرة، راح له الخبرة علي معلول. طويلة لمسة أي كلام من عبد القادر، مقطوعة لنادي الزمالك، ياخدها إمام عاشور اللي عمل مشوار محترم ناحية اليمين. على وسط الملعب نبيل دونجا، حسام عبد المجيد، محمد عبد الشافي، عرضية عالية مقطوعة، يخش مرة تانية مصطفى شلبي، يلعبها تحت وماشي زيزو عايز يتليم عليه. زيزو حلو للجزيري، الجزيري الجزيري الجزيري، عرضية عالية من القلب على طول مقطوعة سهلة جدا جدا، يريحها قفشة كده بمعلمة، ياخدها اليو ديانج بالدريمنج العالي بتاعه اللي بيعمله دايما، بينطلق كده بالكوره بشكل في شياكه واناقه وقوه الحقيقه. حمدي فتحي، علي معلول مره ثانيه، حمدي فتحي مره ثالثه، حمدي، رامي ربيعه لخالد عبد الفتاح يسيبها، نازل قفشه يستلم، قفشه بطن رجله، محمد هاني لمسه كده وفاتح رجله، يبقى رمي التماس للزمالك من ناحيه الشمال. 35 دقيقه، عبد الشافي، محمد عواد، محمد عبد الغني، المثلوثي، نبيل دونجا، حسام عبد البص يا جماعه، كهربا لوحده في وسط الثلاثه اربعه دول صعبه جدا، صعبه جدا، في حذر دفاعي غير طبيعي غير طبيعي. طويله مقطوعه من خالد عبد الفتاح، اليو ديانج يعلي في اتجاه محمد هاني، يزقها على وسط الملعب ما توصلش الكهرباء، ترجع سهله في متناول محمد عبد الغني. عواد، دونجا، دونجا، بصوا بقى كهرباء لوحده فين بقى، بصوا يا جماعه ازاي صعبه جدا، والباقي كله تحت. كولر بيلعب تحت شعار ادافع واتفاهم، ادافع واتفاهم، لكن لو ليك غرض هجومي حقيقي تضغط من عند منطقه ال 18 من قدام، سواء اهلي او زمالك. يعني نفس الوضع على فكره الزمالك تقريبا برضه نفس الوضع، وان كان هنا في الصوره دي في كثافه هجوميه، لا يعني ثلاثه تيشيرت ابيض اهو قدامنا. محمد الشناوي طويله وعاليه، محمد هاني لمسه لكن مفتوحه، تبقى رامي التماس للزمالك من ناحيه الشمال، يلعبها عبد الشافي على طول لورا، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني. ادي المشهد اللي قدامك اهو شايفينه كلكم بوضوح.
المثلوث يلعب واحدة طويلة وعميقة وجميلة جدا في اليمين في اتجاه زيزو، عايز يعدي زيزو في وسط اثنين، عايز يعدي عايز يعدي، عايز صعبة جدا، وتبقى رامي التماس لصالح رامي بيزعق مع حمدي فتحي. طبعا الكلام ده احنا عمرنا ما نشوفه ابدا في الدوريات الاوروبيه، اللاعب ما يكشفش اطلاقا زميله امام الشاشات على الاطلاق مهما كان الخطا يعني، لكن عندنا الحقيقه دي منتشره، مش رامي ربيع بس، منتشره جدا، كل واحد عايز يتخلص من المسؤوليه امام شاشات التلفزيون. المثلوث طويله وعاليه ارتقاء تطلع وتبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. الدقيقه 38 التعادل بدون اهداف، مشى كره حلوه قوي زيزو ما بين اقدام رامي ربيع، يمكن ده اللي نرفزه شوي. ضربه ركنيه من ناحيه اليمين هيلعبها زيزو كالعاده، وادي القطار الابيض والعرضيه العاليه الخطيره، ضربه راس كالعاده من حسام عبد المجيد، هو اللي بيوصل لكل الضربات العاليه ما شاء الله، طوله مناسب جدا كقلب دفاع، وبالتالي بيرتقي فوق الجميع في الضربات الركنيه بالذات. ضربه مرمى محمد الشناوي بينادي على رامي، قرب يا رامي قرب يا رامي، ما تدي له هو عنده في مكانه يعني، هيلعب واحده طويله وطبعا عايز يقرب عشان يسحب لاعب الزمالك معاه فيدي مساحه تمرير. عمرو السلي ماشي، السلي بطن رجله مش ماشي، دونجا يلمسها لمسه اي كلام، مقطوعه لحمدي فتحي، عبد القادر، علي معلول، عبد القادر عايز ينكشها من وراه، لكن مسلوسي بقول لحضراتكم الموسم ده بيأدي اداء متوازن جدا جدا جدا. زيزو، امام عاشور، حسام عبد المجيد، شلبي، وفاول لصالح مصطفى شلبي، بيعتذر له محمد هاني، محمد هاني برضه من اللعيبه الاخلاق عاليه الحقيقه. ما يقصدش ما يقصدش. ضربه حره مباشره لنادي الزمالك، حسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد يرجع لمحمد عبد الغني مره ثانيه، طويله مرة تانية، رمي التماس محمد عبد الشافي ناحية الشمال، بيدور عبد الشافي، الجزيري يرجع لورا، عبد الشافي بيدور زيزو، تحرك زيزو بالعرض سواء يمين أو شمال أو في القلب، أنا أعتقد لو هو فتح جبهة يمين مكان عمرو السيسي اللي دايما بياخد مكانه ناحية اليمين هيبقى أفضل بكتير. مقطوعه للنادي الاهلي، انطلاقه لعلي معلول، حطها حلوه جدا في اتجاه عبد القادر، عبد القادر لحق لحق لحق، هو ودونج هو ودونج دخل جوه بيدور، يرجع مره ثانيه قفشه، عبد القادر لقفشه، استلام من قفشه غير الملعب من الشمال لليمين، محمد هاني خطير 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 يا راجل يا راجل يا هاني، صعب قوي يا هاني من الحته دي، وكمان قدامك متاريس، قدامك متاريس بيضاء، صعبه جدا جدا، تبقى ضربة مرمى لصالح نادي الزمالك، ضربة مرمى. محمد عواد، المباراة متقفلة جدا جدا جدا، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، عمرو السيسي، المثلوثي، واحدة طويلة أي كلام، مقطوعة علي معلول يلحقها قبل ما تطلع، ترتد بلمسة ورمي التماس لنادي الزمالك من ناحية اليمين، رمي التماس. اللي عاجبني في المباراة دي كلها أصوات الجماهير، حتى الآن أصوات الجماهير لم تتوقف حقيقة يعني، بالرغم من عدم وجود يعني ألعاب تشعل الهتافات، لكن هو ده الجمهور، هو ده الجمهور. حمدي فتحي، معلول، عبد القادر،
معلول تحرك كده لقدام ثلاث اربع نقلات حلوه. علي معلول دخل لجوه بشماله عايز يلعبها تخبط جامده شويه. الف سلام الف سلام الف سلام. الحاجات دي بتبقى مؤلمه شويه الحقيقه. جت في صدره الحمد لله جت في صدره. في بطنه يعني الحمد لله الحمد لله. سليمة إن شاء الله يقوم على طول ما فيش أي حاجة. ملخص الحقيقة هذا الشوط هو الدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع. التكملة الهجومية الحقيقية من الأطراف وسط الملعب مع خط الهجوم نادرة للغاية هنا وهناك. الحذر والخوف هو عنوان الشوط الأول. هذا الشوط هو شوط دايت. شوط دايت ملوش طعم. نتمنى ان الشوط الثاني يبقى شوط له طعم حقيقي. دخل الدسم شويه في الشغلانه عشان نحس بطعمها. لكن هذا الشوط خالي الدسم تماما، منزوع الدسم. نتيجه زي ما انا قلت الحذر الدفاعي المقيت من كلا الفريقين. الزمالك لا يتحمل خساره والاهلي ايضا لا يريد الخساره. حوار ضاحك بين زملاء الأمس إمام وكهربا، واليوم هم متنافسي اليوم لا سمح الله. ما هم مش أعداء، هم متنافسين على أرضية الملعب. نحن جميعا مجموعة من الأصدقاء نتنافس زي ما قال بيير دو كوبرتان. نشوف الأول قبل ما كوبرتان يقول إيه. عرضية خطير يا نهار أبيض ولسه وإيه والعرضية نهار أبيض ما فيهاش تسلل ما فيهاش تسلل. كهربا هيطلع شويه الشعر اللي قدام مش معقول. ايه الكره اللي فاتت دي؟ خلينا اشوفها كمان مره. دي عايزه فار عايزه فار من عندي. من هنا صعب جدا ان انا اشوفها الحقيقه او احكم عليها، لكن الفار طبعا هو اللي يجيبها. انما كانت غريبه جدا. يمكن اكتر كوره ما هياش موجهه حقيقيه كان ممكن تدخل المرمى. ضربه ركنيه من ناحيه الشمال هيلعبها بشماله كالعاده علي معلول. وادي خمسه احمر داخل المنطقه، واحد على قوس ال 18 الصياد. وادي العرض يرجعها لورا المره دي. هل دي كوره متفق عليها ولا ايه؟ خطير خطير خطير. راجل ولسه ولسه ولسه. اتاخر جدا علي معلول، اتاخر جدا جدا جدا. وتبقى رمي التماس لنادي الزمالك من ناحيه اليمين. رامي التماس هيلعبها حمزه المثلوثي. دقيقة واحدة وقت بدل ضايع. ما كانش فيه فعلا وقت بدل ضايع، مفيش ادعاء إصابة ولا أي حاجة خالص. وضربة حرة لصالح نادي الزمالك. عبد الغني ويطلق الحكم السلوفيني سلافجو فينيسيتش صفارة نهاية الشوط الأول المنزوع الدسم بالتعادل بدون أهداف بين الكبيرين الأهلي والزمالك. نتمنى أن يقدم شوطا جيدا خلال أحداث الشوط الثاني. أشكركم أعزائي المشاهدين مع تحياتي مدحت شلبي. والآن إلى الزميل العزيز الكابتن سيف زاهر وضيوفه الكبار. الكبار سيداتي أنساتي سادتي، مرة ثانية وأحداث الشوط الثاني من لقاء القمة بين الأهلي والزمالك. لم يقدم لنا كلا الفريقين أداء مميزا خلال أحداث الشوط الأول. كل شيء كان صعب جدا 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 على المهاجمين من هنا وهناك نتيجة عدم وجود كثافة حقيقية داخل منطقة الجزاء لخلق فرص فعالة. نقدر نقول كم مرة محمد هاني عدى من ناحية اليمين ووجه كراته العرضية ونفس الوضع علي معلول. نقدر نقول كم مرة
حمزة المثلوثي تكمل من ناحية اليمين وجه كرات عرضية أو محمد عبد الشافي. مدام تحدثنا عن الباكين مفيش أي تكملة، تعرف تماما أن هناك خطة دفاعية محكمة. فيريرا وحديث مع كهربا وضحكتين، يا ترى قالوا إيه؟ فيريرا قال له كده تمشي وتسيبنا؟ قال له أعمل إيه يا ريس ما أنا قلبي أهلاوي. قال له طب خف علينا شوية، قال له ما أنا خافف في الشوط الأول أهو، لأن الضحكتين في الآخر دول يعني قفلوها بإفيه. هذا هو الأمر يعني، أنا بقول أي كلام طبعا. هنا وهناك وقراءة الفاتحة تيمنا وحوار ومحاولات للم الشمل بقوة قبل انطلاق الشوط الثاني. أمامنا 45 دقيقة في منتهى القوة. الأهلي زي ما قلنا يريد تعزيز موقفه في جدول الدوري، عنده 31 نقطة، احنا في الأسبوع ال 14. الزمالك عنده 26 نقطة، والاثنين لعبوا كل واحد 13 مباراة، بما يعني ان الأهلي معدي الزمالك بخمس نقاط. لو عملها النهاردة هيبقوا 8، لو عملها الزمالك هيبقوا 2، لو اتعادلوا هيفضل الخمس نقط هما هنشوف. لكن من المؤكد ان الفريقين وفقا لجدول الدوري بيمتلك اقوى خط دفاع في الجدول. الاهلي من 13 مباراة دخل مرمى 5 اهداف، والزمالك من 13 مباراة دخل مرمى 7 اهداف. والمفارقة الغريبة ان الاهلي احرز 22 هدف، والزمالك ايضا احرز 22 هدف. هذا هو الامر. هيبدأ الحكم السلوفيني الدولي سلافجو فينسيتش أحداث الشوط الثاني. لم تكن لديه أي أخطاء الحقيقة مؤثرة، ولو أنه ما كانش فيه كور مؤثرة عشان يبقى فيه أخطاء مؤثرة، لكن كان تحكيمه الحقيقة هادئ زي رتم المباراة في شوطها الأول تماما. رمي التماس من ناحية اليمين يلعبها محمد هاني على وسط الملعب، مجدي أفشة، أليو ديانج يرجع لورا، خالد عبد الفتاح اللي لعب في سموحة باك رايت ولعب في سموحة قلب دفاع، محمد الشناوي طويلة وعالية ياخدها عبد الشافي ويلعبها طويلة وعميقة في اتجاه سيف الجزيري، يسيبها لزيزو. زيزو زيزو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حط جسمه حمدي فتحي بمنتهى الروعة الحقيقة، وأخد الزبون ورا ظهره ودخل بيه لجوه ويقع على الأرض. ضربة حرة للنادي الأهلي تتلعب على طول على وسط الملعب، مجدي قفشة على يمينه، محمد هاني لمجدي قفشة مرة تانية، أرضية أي كلام مقطوعة لمصطفى شلبي، ترجع لأليو ديانج يحط جسمه بمنتهى القوة. أليو ديانج ماشي ماشي، حطها على يمينه حلوة، عايز يلعبها بشماله لكن قصيرة من كهربا. على وسط الملعب إمام عاشور، حكم السلوفيني بيحسب كل لمسة بيحسب كل لمسة. طبعا لما بيجوا الحكام الدوليين من الخارج بيبقوا عارفين حساسية المباراة اللي هم جايين لها وشعبية الفريقين اللي هم بيحكموا لهم. ضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك، نتمنى أن يكون شوط أكثر قوة وشراسة وإثارة. حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي يرجع مرة تانية لعبد الغني على وسط الملعب، جميلة يلمها دونجا. دونجا حسام عبد المجيد قدامه مساح على شماله عبد الشافي. حسام عبد المجيد مرة تانية طويلة وجميلة على صدره الجزيري، يرجع لورا، نقل أي كلام، مقطوعة من هاني لمجدي قفشة على يمينه حسين الشحات، ماشي حسين ماشي حسين، طويلة وعدية مش معدية، لحقها في آخر لحظة عبد الغني، برافو يا عبد الغني. هناك خالص في الشمال انطلاقة من مصطفى شلبي يلم كورته، بيرجع على طول مع حسين الشحات طبعا لازم.
امام عاشور. ماشي امام، ماشي امام على شماله داخل لجوه، ضربة حرة مباشرة. بقول لحضراتكم بيحسب كل حاجة، ما بيعديش حاجة. اسلوفيني سلافجو فينسيتش، ادي امام اهو عايز يعدي من هاني، وضربة حرة مباشرة لصالح نادي الزمالك. من ناحية الشمال وكالعادة بيتقدم حسام عبد المجيد اللي بيجيد العاب الهواء، تتلعب صغيرة والعرضية عبد الشافي ديانج يا لعيب من القلب على طول مقطوعة، تعدي من علي معلول اللي كان داخل لجوه، ترجع لعمر السيسي يرجع للحارس محمد عواد. عواد طويلة أي حاجة، أليو ديانج، ديانج حلوة جدا، قفشة هناك عند حسين الشحات وجاي له كالعادة محمد هاني، معدي 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 معدي، عرضية أي كلام، مقطوعة لعبد الشافي مرة تانية. أليو ديانج يحط جسمه بمنتهى القوة قبل زيزو، يزقها منه زيزو، يتدخل الجزيري لدونجا هناك خالص في الشمال، مصطفى شلبي عايز يرقص ويعدي، حكم يمشيها، مشاها فعلا. امام داخل جوه، امام ماشي معدي، حطها على شماله، خطير 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 خطير، عرضيه عرضيه مش معديه يا ولد يا رامي، يا ولد يا رامي. حسين الشحات مره ثانيه على وسط الملعب، حمدي فتحي لازم السرعه في النقل هنا او هناك، لازم السرعه في النقل، لازم سبرنتات قويه عشان تفتح مساحات ومسافات الاختراق. احمد عبد القادر عايز يعمل الون بس ما جاتش التو، فكر قبل شويه بعدين بص عليا واظبط التو يا ابني. دونجا حسام عبد المجيد على شماله محمد عبد الشافي، ماشي عبد الشافي على وسط الملعب، دونجا عبد الشافي مره ثانيه يرجع لحسام عبد المجيد، ارضيه عبد الغني، عبد الغني المثلوثي، لمسه عمرو السيسي يا ولد حلوه جدا لكن مش في المتناول، ترجع لمحمد الشناوي من لمسه واحده، صح جدا طويله وعاليه. عبد القادر شايفه دخل في منطقه راس الحربه وكهربا جه هنا ناحيه الشمال، هل هيستمر هذا الوضع؟ هنشوف. ارضيه مقطوعه ورمي التماس للزمالك من ناحيه اليمين. الجمهور ده يستحق كتير، والجمهور ده يستحق كتير حقيقه يعني. حكم بيتكلم مع اللعيبه، طبعا لغه كره القدم معروفه بصرف النظر عن ان انت بتنطق انجليزي فرنساوي الماني، بتبقى اللغه معروفه والموقف معروف اللي بيحصل فيه الحوار. امام عاشور حلوه جدا في الشمال، اطول من لازم اطول من لازم يا ولد يا ولد يا ولد. خالد عبد الفتاح قلب الدفاع النهارده من ناحيه الشمال، انطلاق انطلاق انطلاق، عرضيه عرضيه، معديه مش معديه، تبقى ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه الشمال. بعد الزمالك نشيط في الشوط الثاني، ست دقائق التعادل بدون اهداف في الاسبوع ال 14 من مسابقه جدول الدوري. ترجع لورا عبد الشافي يحطها عرضيه عاليه، معديه مش معديه يا ولد يا ولد يا خالد عبد الفتاح، عامل شغل كويس حقيقه يعني. يرجع عمرو السيسي من وسط الملعب لحارسه محمد عواد، طويله وعاليه يسيبها خالد عبد الفتاح لمحمد الشناوي، يلعبها بسرعه لعلي معلول ناحيه الشمال، ماشي علي معلول، علي معلول اليو ديانج بطن رجله لمسه خطيره، كهربا حلو، ما بصش ما بصش، تدخل محمد هاني يا ولد يا لعيب، هيشوط هيشوط هيشوط، حلوه حلوه وخطيره وخطيره، والعرضيه وهي ولسه، وعرضيه معديه مش معديه، لكن يا ولد يا ولد يا ولد
عدى حلو جدا جدا محمد هاني، بقول لحضراتكم بيعمل انطلاقات روعه 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 من ناحيه اليمين. اليو ديانج شكل الشوط الثاني هيبقى افضل ان شاء الله يعني. على وسط الملعب علي معلول اللي داخل لجوه يلعب واحده طويله، اي حاجه دي يا علي تبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. لكن الانطلاقه اللي فاتت حلوه قوي 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 من ناحيه اليمين وتسديده قويه عواد فوجئ بيها، لكن ادي انطلاقه تاني وشط حلوه قوي قوي طار ليها على طول عواد وطلعها. برافو يا هاني، برافو يا عواد، فيها جرأه كبيره من هاني. من ناحيه اليمين زيزو داخل لجوه في وسط ثلاثه، حسام عبد المجيد طويله ناحيه الشمال وصراع خالد عبد الفتاح، حط جسمه حلو قوي قوي خالد عبد الفتاح. لا ضربه مرمى، ضربه مرمى يا مان، مش محتاجه الفيلم ده كله، مش محتاجه الفيلم ده كله، ضربه مرمى من اللمسه الاولى وانا بتفرج عليها ونشوفها تاني مع بعض، نشوفها تاني مع بعض. ها لو عمل ستوب كده هنشوفها اكتر، لكن هي شكلها ضربه مرمى فعلا. ادي محمد هاني اهو، انطلاقه جميله 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 وتسديده روعه. طبعا كان على يمين هناك حسين الشحات، لكن هو فضل التصويب وهو اختيار جيد الحقيقه. ضربه حره مباشره لصالح نادي الزمالك، جمهور الزمالك جمهور الاهلي، برافو مخرج اللقاء. واحده يمين واحده شمال، حسام عبد المجيد، عبد الشافي تطلع ورمي التماس للنادي الاهلي. محمد هاني، حمدي فتحي، حمدي اليو ديانج، حلوه وعميقه جميله حسين الشحات، يرجع لهاني، محمد هاني تسقيطه يا ولد يا لعيب لحمدي فتحي، لكن ما يقدرش يتليم عليه وتبقى ضربه مرمى لصالح نادي الزمالك. شايف عمر جابر بيربط، ممكن يلعب مكان مين عمر جابر؟ انا شايف ان حمدي المدفوسي مش كويس قوي الحقيقه، ممكن يوديه مكان محمد عبد الشافي، وارد. ضربه مرمى، سامعين طبعا اصوات الجماهير، هي المتعه الحقيقيه حتى الان في هذه المباراه، اصوات الجماهير هنا وهناك عاليه حلوه. زيزو انطلاقه للجزيري من ناحيه اليمين، اجعد 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 اجعد، مقفوله مقفوله مقفوله، ضربه ركنيه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين، ضربه ركنيه من ناحيه اليمين هيلعبها زيزو كالعاده، وخمسه ابيض داخل المنطقه، اميزهم حسام عبد المجيد في ضربات الراس العرضيه، ما هيش عاليه بشكل كفايه، مقطوعه من علي معلول وانطلاقه سريعه، انطلاقه سريعه عبد القادر، عبد القادر، عبد القادر على وسط الملعب، شحات حطها حلوه جدا، انطلاق انطلاق انطلاق، خطير 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 خطيره، وهوبا سهله سهله يا كهربا، سهله سهله يا كهربا، دي عايزه وش رجلك بمنتهى القوه، لكن هو لعبها بشكل بسيط جدا في المتناول، ربما كان فيها سن الطول لكن هي كانت تحت رجله الحقيقه، دي عايزه شوطه قويه جدا وش رجله. دونجا المثلوثي، عبد الغني مثلوثي، دونجا جاي له زيزو، يزقها حلوه جدا عمرو السيسي، رمي التماس، ادي تعليمات لعمر جابر، شوف هيلعب مكان مين، ممكن مكان عبد الشافي، ممكن يعني هنشوف، بياخد التعليمات، تغيير هيطلع رقم 24 عمر جابر، طلع المثلوثي، وجهة نظر طبعا، ونزل عمر جابر. وطلع عمرو السيسي، ونزل اللاعب
رقم 6 من نادي الزمالك مصطفى الزناري. مصطفى الزناري. طيب التشكيل ده او التغيير ده يقول لك ايه؟ مصطفى الزناري قلب دفاع. نشوف دي الاول هجمه من ناحيه شمال خطيره، خد اطول من اللازم، اطول من اللازم. مصطفى الزناري ده بيلعب قلب دفاع، تمام. نزل طلع لاعب وسط اللي هو عمرو السيسي، ده يوريك انه فيريرا مهتم اكتر بالدفاع. اما خروج حمدة المثلوتي ونزول عمر جابر، ربما في صبغه هجوميه شويه لعمر جابر في الفتره اللي جايه اكتر من المثلوتي، ربما يعني هنشوف. طويله ناحيه الشمال، ارضيه معديه مش معديه، سهله جدا في المتناول. والثانية لحسام عبد المجيد على وسط الملعب، انطلاقة من حسام، بطن رجله غير منضبطة، ترجع لعلي معلول على وسط الملعب، نقلة لمجدي قفشة عايز يلعبها في مساحة لكن بعيدة جدا جدا عن كهربا، جدا 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 يعني. عبد الغني لمسة من عمر جابر ترجع له مرة ثانية، وضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. حمدي فتحي الحقيقة من اللعيبة الرجالة جدا في اشتراكاته كلها، داخل معاه بمنتهى القوة الجزيري، وضربة حرة مباشرة لصالح النادي الأهلي. على وسط الملعب يرجع حسين لورا، مرة تانية انطلاقة لحسين، عرضية عالية خطير 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 خطير، وهوبا والهدف. الله الله الله، عملها كهربا، عملها كهربا اهو، بيقول لك انا اهو بيزعق لمين مش عارف. حلوة 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 حلوة، بس اتعملت له دواء 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 اعتقد من حمدي فتحي. حلوة حلوة حلوة، اشتعلت المدرجات والمباراة هتشتعل، لكن حلوة حلاوة جميلة جميلة جميلة. مين اللي عملها له؟ هنشوف في الإعادة، لكن حطها له على طبق من فضة وكهرباء في المكان والزمان، حطها حلوة أوي 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 أوي. عمال يبكي عمال يبكي طبعا كهرباء، خلي بالك هنشوفها مرة تانية. أدي التسقيطة الجميلة، ده حسين الشحات وده حمدي فتحي. يا لعيب يا حمدي يا فتحي، يا لعيب يا حمدي يا فتحي، يا لعيب يا كهربا، يا لعيب يا حسين يا شحات، يا سلام عليك. اداها له على طبق من فضه، قال له قطع قطعني قطع قطعني، قطعها حلوه حلوه على صدره وعلى راسه وعلى الجبين، وحلوه في التمام. جميله 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 جميله، التوقيفه اللي على الصدر والزقه بالراس والتاني بالراس، راسين في راسين في اللعبه توجع، راسين في اللعبه توجع. حلوة حلوة حلوة، بص 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 التمريرة بتاعت حمدي فتحي يا لعيب، ودخل كهربا خلاص سهلة، وهو كهربا في المكان والزمان واقف 10 على 10، وبيقول له أنا هنا هنا يا ابن الحلال، أنا هنا هنا يا ابن الحلال، بيكلم مين معرفش، لكن حلوة 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 حلوة. وراح للجمهور وبكى، لكن هدف روعة 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 لكهربا في الدقيقة 61، يفك الاشتباك يفك الاشتباك. هنتفرج بقى على نص ساعة روعة، على نص ساعة روعة. إذا كهربا شرف كولر، كهربا شرف كولر. كولر راهن عليك راس حربة في مباراة سموحة، وادي إنذار لمين ده يا ترى؟ أكيد حد كان بيعترض أو حاجة، نحاول نعرف ونقول يا جماعة عشان نبقى عارفين من فضلكم. إنذار لكهربا ليه؟ قلع التيشيرت. ماشي، تستأنف المباراة، وهنشوف بقى. الزمالك هنا لا يملك إلا إن هو يهاجم، ما عندوش وقت بقى إنه يظبط ويربط، ما عندوش الكلام ده إطلاق، ده لازم إن هو يهاجم ويفتح خطوطه شوية. ده معناها إن إحنا هنشوف مباراة مفتوح مفتوح. شلبي يلعب على وسط الملعب لإمام عاشور، عايز يعدي في وسط اتنين ما يعرفش يعدي،
مقطوعه لاليو ديانج، ماشي بالعرض اليو ديانج حلوه جدا في الشمال لعلي معلول، ماشي علي، ماشي مع علي، يلعبها طويل، خطير 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 خطير، عايز يحط جسمه، حط جسمه كهرباء يا ولد العيب، ويرجع لورا، برافو يا كهرباء. لحسين الشحات، وادي العرضيه، ارضيه معديه مش معديه، ترجع مره ثانيه لحسام عبد المجيد، ايوه كده، خلي صوتنا يعلى شويه يا جماعه، طويله مقطوعه للنادي الاهلي، بدا ياخد ثقه عاليه جدا النادي الاهلي بعد هدف كهرباء ده اكيد، والزمالك لابد ان ينتفض بقوه، ان ينتفض بقوه، يعني ربما زي ما البعض يتحدث يقول لك ربما تفشل اذا خطرت، ولكن من المؤكد انك ستفشل اذا لم تخاطر، هذا هو الامر. كهرباء مجهود كبير، وقع على الارض بياخد نفسه، معرفش ماسكه رجله دي في حاجه في رجله ولا ايه، ممكن يكون كرشه نفس ده وارد، لكن اللعبه من حسين هو ده، حمدي فتحي يا جماعه، حمدي فتحي يا جماعه، ادهاله على طبق من فضه، طبعا حسين جميله، توقفت الصدر وزقت الراس في اتجاه كهربا اللي جاي من ورا، خلاص خلصت الليله، خلصت الليله، لكن طبعا يحسب لكهربا تواجده في المكان الصح جدا، وزقته للكوره بمنتهى القوه، روعه 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 روعه، هدف الحقيقه جميل جدا، هدف هوائي، هدف هوائي، هوا يا هوا، حلوه جدا، بص حسين بص على طول وسقطها تحفه، اخدها على صدره عالي، زقها بجنب راسه من ورا، هوبا، حلوه حلوه حلوه، يا سلام على الجمال والحلاوه، الهدف الجميل اللي يخليك تتكلم. كهربا بيشاور بيقول له لا هلعب هلعب هلعب، بيقول له انا كويس، هي كانت كرشه نفس، كرشه نفس بعد ما زعق وطلع اللي عنده. يرجع بمنتهى الشياكه والاناقه الزمالك الكوره للنادي الاهلي. محمد الشناوي 1-0، كهربا في الدقيقه 61، طويله وعاليه طويله وعاليه، ارتقاء على وسط الملعب، اليو ديانج تطول بصدره كتفه، اه طبعا بدراعه، هو بيقول له كتفي، هو لو في عظمه الكتف ما هياش لمسه يد، انا بشرح بشكل عام بصرف النظر عن اللعبه دي يعني، لكن لو في الدراع خلاص. من ناحيه الشمال نبيل دونجا، طويله وعميقه في اتجاه الجزيري، ما عملش حاجه النهارده الجزيري خالص 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 خالص، مشكله ان الزمالك محتاج راس حربه، تغيير بيجهز نادي الزمالك، اللاعب رقم 39 سيد نيمار، سيد نيمار، انت شفت الاول من ناحيه الشمال، عايز اعدي عايز اعدي عايز اعدي، يقول ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه. حسين الشحات، واحده ثانيه طويله، كهربا يلمسها براسه، ترجع على وسط الملعب اليو ديانج، اليو ديانج طويله في الشمال اطول من لازم، ورمي التماس للزمالك، يلعبها بسرعه عمر جابر، قال له العبها من مكانها، ولعبها قدام قوي، وكمان في تغييرين، محمد شريف اعتقد مكان كهربا، ربما استنفذ كل قدراته البدنيه يعني، لانه لسه لاعب يا دوبك اول المباراه اللي فاتت. وادي سيد نيمار رقم 39 بدلا من محمد عبد الشاف، ده معناها ايه؟ انه عايز يهاجم، عايز يهاجم. هنشوف محمد شريف مكان مين؟ دي الكره اللي فاتت، وده امام عاشور وعايز يعدي، وتدخل من محمد هاني، ارتقى الحكم ان ما فيهاش حاجه، وطلع فعلا كهربا بعد مجهود كبير، وده افضل خروج له انه خارج بعد ما جاب هدف وعمل شغل كويس، و بيسلم على شلبي بيقول له عم مش وقت السلامات اطلع بقى، ونازل محمد شريف، وكهربا بيديله حته شحنه كده من العداد بتاعه، وكل جمهور الاهلي بينادي على كهربا طبعا اكيد، فكلهم الاشتباك في توقيت روعه الروعه، روعه الروعه طبعا طبعا. وكده يبقى محمد شريف قدامه حوالي 25 دقيقة هيموت نفسه، لأنه عايز ياخد مكانه مرة تانية، كان هو اللي على الحجر في الحتة دي، لكن ارتقى كولر ان هو يبدأ بلاعبين آخرين، وبالتالي انتهى الأمر إلى كهربا كراس حربة، والحقيقة أدى أداء ممتاز سواء في مباراة سموحة كأول مشاركة ليه بعد شهور طويلة،
أو النهاردة أمام ناديه السابق نادي الزمالك، وإن كان كهرباء أساسا من قطاع ناشئي الأهلي. طويلة وعلي، ارتقاء علي معلول، لمسة من عبد القادر ناحية اليمين يلم كورته الزناري، أرضية فاول لصالح عمر جابر، وضربة حرة مباشرة من مكان روعة الروعة لنادي الزمالك، من مكان روعة الروعة، روعة الروعة من ناحية اليمين. ادي الكورة وادي المشاركة مع عمر جابر، ارتقاها الحكم فاول، فيها تدخل قوي فعلا من اليو ديانج، وضربة حرة مباشرة. بقول لحضراتكم عمر جابر نازل عشان الحتة دي يطلع قدام ويكمل. المثلوثي عمل ماتش حلو قوي لكن ما فيش تكملة هجومية، واكيد ده بناء على تعليمات زملكاوية. زيزو، وادي هناك 3-6 داخل المنطقة واثنين عقوص، يعني 9 قدام وما فيش الا لاعب واحد ورا. هيلعبها عرضية زيزو سريعة في اتجاه المرمى، ما اعتقدش هيلعبها في الضيقة، وقفته كده صعب يلعبها في الضيقة على شمال الشناوي. هيلعبها سريعة في ارتفاع مناسب، وادي الزناري بيكلموا الحكم ما تعملش فاولات. وزيزو، وزيزو عرضية عالية وهوبا يا ولد يا شناوي، ترجع مرة تانية وتسديدة تضرب وترجع، وتسديدة ما تضربش وتطلع، والحكم بيقول هرجع للفار، هرجع للفار. يتحدثوا عن لمسة يد، هنشوفها مع بعض، هنشوفها مع بعض. قال لهم ما حدش يتكلم معايا، انا معايا اتنين من بلدي، ماتي جورج واين بروساك، لكن ادي الكوره نشوفها مع بعض كده، احنا مع بعضينا، احنا هنا هنا. هو عايز ايه يعني؟ عايز يحامي على جسمه، عايز يحامي على جسمه، لكن القرار هو قرار الحكم. الحكم قال ايه؟ الحكم قال ما فيهاش حاجه. عرضية عالية والشناوي يا ولد يا ولد يا ولد يلقطها على طول الشناوي، برافو يا شناوي. طويلة ناحية اليمين، استلام مجدي قفشة بيدور يلعبها صغيرة، اليو ديانج عملت ورا منه ما يظبطهاش، على وسط الملعب ترقيصة كده من إمام عاشور، وانطلاقة ناحية الشمال في اتجاه مصطفى شلبي، قليل الحيلة حتى الآن هي مصطفى. أو ده مين؟ لا ده زيزو، ده زيزو. ناحية شمال انطلاقة مرة تانية النادي الزمالك، وده خطيرة، لا معدي معدي معدي. على وسط الملعب اليو ديانج يزقها في الشمال، علي معلول. الماتش حلاوي، الماتش حلاوي. قفش يا ولد يا لعيب. لمسة للمايسترو حمدي فتحي، أنا بعتبره مايسترو الحقيقة. حمدي لعيب ظريف على أرضية الملعب، حاجة شيك يعني. طويلة في الشمال. مقطوعة لنادي الزمالك. أول لمسة كده لسيد نيمار. محمد عبد الغني يسيبها لمصطفى الزناري أو الزنانيري. في الشمال يلم كورتو زيزو، خطها حلوة، خطير خطير خطير، عايز يعدي عايز يعدي عادي. يا ولد يا رامي يا ربيع، يا ولد يا رامي يا ربيع، حط جسمه حلوة أوي 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 أوي. طويلة مقطوعة ورمي التماس لصالح الزمالك من ناحية اليمين، يلعبها عمر جابر بسرعة. والتانية الشمال سيد نيمار، مصطفى شلبي، سيد نيمار داخل لجوه، سيد أرضية صغيرة، الجزيري تطول من الجزيري، ترجع لدونجا، حلوة جدا في اليمين لزيزو، زيزو 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 زقها زقة صغيرة صعبة جدا، موقف معقد للغاية. علي معلول يا ولد، عبد القادر وبطن رجله طويل يلم كورته، محمد شريف تطول ترجع لمصطفى الزناري حطها على شماله، وهنا كده عبد الغني اتحرك على وسط الملعب. هنشوف حسام عبد المجيد، دونجا، زيزو زيزو على يمينه، طويله طويله، هيلعبها هيلعبها. عمر جاب عرضيه عاليه خطيره من قلبه، لسه سهله سهله سهله. محمد الشناوي، محمد الشناوي. 72 دقيقة، التقدم للنادي الأهلي بهدف لكهرباء في الدقيقة 61 من زمن المباراة. انطلاقة لمحمد هاني من ناحية اليمين وفاتح له حسين الشحات.
يحطها له، هيجي من ورا منه، هيجي من ورا منه، هيجي من ورا منه، ارضيه بيلم قفشه، لعبة صغيره عايز ياخدها مره تانية، ترجع خطير 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 خطيره من القلب يا نهار ابيض. لكن في تسلل، في تسلل عايز ينكشها بمنكاش، لكن كان في تسلل وضربه حره غير مباشره لصالح نادي الزمالك. نشوفهم طبعا تسلل حسين الشحات 100% 100%. وادي الكوره بتاع الدونجا، هنا الحكم اعتبر ان رامي ربيعه بيخوش على جسمه، كره كانت قويه في اتجاه، انا بقول الحكم اعتقد ان هو حط هذا القرار انه بيحوش الكره تخبط في جسمه، لكن هو ما كبرش ايديه جنب جسمه. حسام عبد المجيد طويله وعاليه معديه الناس كلها عايز يلمها الجزيري، ترجع للجزيري مره ثانيه، يتدخل اليو ديانج، يا ولد يا لعيب، قطعها في مساحه جميله، هفشه على وسط الملعب، نازل محمد شريف في الشمال، علي معلول، استلام من علي معلول ومعاه عبد القادر، يخش بيها لجوه مره ثانيه للمايسترو حمدي فتحي. بيعجبني لعيب كده اداؤه وكورته فيها شياكه، والهدف اللي جابه كهربا ادي حمدي فتحي 50 مش عايز اقول 60. ادي حمدي مره ثانيه وهي وهوبا والهدف الثاني، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك يا محمد يا شريف، يا نهار ابيض عليك يا محمد يا شريف، من الوضع واقفا عايز تورينا ايه؟ مين ال 50 ده؟ مين ال 50 ده؟ ورينا يا ابني. حلوه 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 حلوه، وفي مكان قاتل وبلمسه روعه الروعه روعه. مين ده يا سيدي؟ ورينا فين؟ ايه ده؟ يقول الجون ال 50. ماشي يا عمي ماشي يا عم الشباب، 50 هدف، ده انت كنت محضرها بقى، ده انت كنت مقري عليها عديت ياسين يا ابني. حلوه حلوه، سمع كلام كهربا، كهربا اداله العداد وقال له خش عد بعديه، لكن حلوه 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 حلوه. اللمسه فين والتانيه فين والتالته فين؟ جميله جميله. يا سلام يا سلام، كهربا قال له هتجيب جون هتجيب جون، وجاب جون فعلا وعدت وهوبا. صعبه 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 صعبه، يا عيني عليك يا شريف، يا عيني عليك يا شريف، يا ليله رد على المستبد، وانت مستبد يا شريف، حطيتها في وقت قاتل بالنسبه لنادي الزمالك. روعه روعه روعه. مين وراها برضو؟ حمدي فتحي. مين وراها برضو؟ حمدي فتحي. يا ولد يا ولد، يا عيني عليك يا لعيب، يا عيني. نزل شيكابالا الاباتشي، نزل اباتشي، في تغييرين كمان للنادي الاهلي، هنشوف شيكابالا نزل مكان مين. لكن ادي مشاركات محمد شريف، ما شاء الله ما شاء الله، في اثنين في النادي الاهلي نازلين، اعتقد هنشوف رقم 19 طالع مجدي قفشه، ونازل بدل منه رقم 13 في النادي الاهلي، وحسين الشحات كمان طالع. ادي التغييرين والاثنين اللي نازلين، اللاعب مروان عطيه اعتقد رقم 13، مظبوط مروان عطيه نازل اهو، ونشوف مين الثاني، ورقم 27 اللاعب رقم 27 طاهر محمد طاهر، بعد غياب طويل طاهر محمد طاهر. اثنين لا شيء النادي الاهلي. حلوه 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 حلوه، مروان عطيه من الصفقات الجديده مؤكد، رقم 13، لعيب عنده امكانيات وقدرات. وادي انطلاقه مره ثانيه، والنادي الاهلي سخن، النادي الاهلي سخن، وادي تمريره لكن اطول من اللازم، مقطوعه في الشمال، استلام من سيد نيمار، طويله على وسط الملعب، اليو ديانجا. مطلوب من الزمالك التماسك، مطلوب من الزمالك في هذه الدقائق التماسك، لسه بدري. ويوسف اسامه نبيه بدلا من مصطفى شلبي، مظبوط مظبوط، يوسف اسامه نبيه انا كان من رايي يبدا، لانه لعيب واعد جدا جدا جدا، لكن تبقى طبعا رؤيه المدير الفني هي الاساس في الموضوع، مفيش كلام. نقله الثانيه للنادي الاهلي، الشوط الثاني حاجه ثانيه زي ما قلت لكم، الشوط الاولاني للي عايز يعمل رجيم لانه كان دايت، لكن الشوط الثاني دسم 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 دسم، والعرضيه ولسه وهوبا والعرضيه، لكن سهله سهله سهله، في متناول محمد عواد، السيرك الاحمر اتنصب، لكن ربما ينتفض نادي الزمالك، لسه بدري
قدامنا 13 دقيقة يحصل فيها حاجات كتير. يا ولد يا عطية، يا ولد يا مروان يا عطية. لا لا، على وسط الملعب لعيب عنده إمكانيات حلوة، مروان عطية مفيش كلام يعني، وراح نادي عظيم يديله فرصة إبراز إمكاناته وقدراته. طبعا طبعا. نقلة والتانية، نادي الأهلي، أليو ديانج انطلاقة على شماله، عبد القادر لسه ماشي لسه ماشي لسه ماشي، عايز يعمل التور، عايز ولسه، لكن وقف. هو محمد شريف بيقول له ما كملتش، لو كمل فعلا كان عمل انفراد، لو كمل كان عمل انفراد. طبعا حسام عبد المجيد على شماله، سيد نيمار يرجع لحسام مرة تانية، حسام عبد المجيد. الماتش مخلص، الماتش لسه في الملعب. إذا أراد الزمالك أن يدرك الأمر عليه أن هو يسجل قبل الدقيقة 85 هدف، إذا أراد العودة، إذا أراد العودة. كرة القدم كل شيء معقد ما دام هناك خصم. ماشي يوسف أسامة نبيه، حلو، وادي النقلة والتانية ما توصلش لشيكابالا، لما كده لعبد القادر عايز ينكشها ما عرفش ينكشها، تروح في اليمين لزيزو، زيزو زيزو زيزو، حطها لعمر جابر عايز يلف العرضية، عرضية معدية مش معدية، شيكابالا لكن سهلة، سهلة جدا جدا جدا. العملاق محمد الشناوي داخل المرمى مفيش كلام. حمدي فتحي وراء الهدفين، اوعى تنسى الحكاية دي. طويلة وعالية في اتجاه محمد شريف المنتشي بهدف ربما يغير من عقيدة وأفكار كولر اتجاهه. شيكابالا ناحية شمال، استلام لدونجا على وسط الملعب مرة تانية، عبد الغني في اليمين لعمر لزيزو، زيزو تطول وتبقى رمي التماس. فريرة جاب محمد عبد الغني باك يمين، وبقى الزناري جنب حسام عبد المجيد، وسيد نيمار باك شمال، وقدام سيد نيمار بقى يوسف اسامه نبيه، وسط الملعب دونجا، ويتحرك زيزو وسيف الجزيري وامام عاشور في محور الاداء الامامي. انطلاقه لزيزو ناحيه اليمين لكن ما توصلش لعمر جابر، مقطوعه مره ثانيه لمروان عطيه. يا ولد يا لعيب، خطير 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 خطير، ماشي ومعد 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 وعلى شمال وحطها، ده طاهر العرضية، ولسه ولسه عبد القادر عايز يحطها ببطن رجله، لكن طاهر شكله كده نازل فايق. طاهر محمد طاهر شكله نازل فايق بعد غياب طويل للإصابة طبعا. رمي التماس الدقيقة 81، إذا أراد الزمالك العودة عليه أن يسجل قبل الدقيقة 85، دي وجهة نظري. أليو ديانج عرضية هناك خالص لمحمد هاني، عايز يعمل 1-2، ما اتعملتش التو، اتقطعت بفاول مشاها الحكم لصالح الزمالك. هجمه مرتده سريعه في صفاره، في صفاره وانذار، في صفاره وانذار، وحوار كده طاهر محمد طاهر مع دونجا، وطاهر راح يعتذر، وانذار لطاهر، تدخل قوي مع امام عاشور، وانذار لطاهر محمد طاهر رقم 27. انذار وضربة حرة مباشرة. لصالح نادي الزمالك والدقيقة 82. وادي التدخل طاهر مع امام عاشور. وانذار لطاهر محمد طاهر. على وسط الملعب نبيل دونجا. هناك خالص سيد نيمار. دونجا. في اليمين محمد عبد الغني اللي اخذ مكان الباك اليمين لعمر جابر. دونجا اخر شويه، اخر كتير، تتنقل الكره لطاهر طويله مش معديه، مقطوعه على وسط الملعب مره ثانيه، استلام من دونجا بطن رجله
حسام عبد المجيد هناك خالص في الشمال نازل لتحت، زيزو بيتحرك يمين وشمال هو امام عاشور، امام يزقها في اليمين لمحمد عبد الغني، محمد عبد الغني بط رجله لزيزو ياخدها زيزو ويرجع. طب ما هي ماشيه يا راجل، ما هي ماشيه يا راجل، ما تدي له فرصته في التكمله. تغيير، طالع احمد عبد القادر رقم 9، احمد عبد القادر، ونازل اللاعب رقم 36 احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا ضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك، زيزو يلعبها طويلة هناك خالص في الشمال عند حسام عبد المجيد. سيد نيمار، جمهور الاهلي طبعا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا في هذه اللحظات كمان مطلوب من جمهور الزمالك ان هو يشجع فرقته ولا يتوقف ابدا عن التشجيع، وهي مباراة في كرة القدم. ماشي زيزو ماشي زيزو ماشي زيزو، ارضية حلو، امام عايز يعدي يرجع لورا، دونجا حلوة جدا في اليمين، عمر جابر بطن رجله في اتجاه شيكابالا، شيكابالا يرجع لورا اي حاجه مقطوعه، مروان عطيه ده تدخل ورمي التماس لصالح الزمالك يلعبها بسرعه شيكابالا، شيكابالا دونجا يفتح على وسط الملعب هناك خالص زيزو ل يوسف اسامه نبي، وادي زيزو مره ثانيه عاليه حلوه ياخدها على صدره وتسديده لكن بعيده يا امام، بعيده بعيده بعيده، تبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. تغييرات عملها كلا المدربين في محاوله لتدارك الموقف، بالنسبه للزمالك ادى شق هجومي شويه في محاوله منه لمزيد من التركيز الهجومي، ولو انه هجوم الزمالك حتى الان لم يخلق فرص قويه حقيقيه على مرمى محمد الشناوي، احنا بنقول اللي احنا بنشوفه. بعكس الحقيقه هجوم النادي الاهلي بعد الهدف بتاع كهربا وصل 3-4 مرات بشكل رائع جدا داخل منطقة نادي الزمالك. على وسط الملعب انطلاقة وعدة ما عداش مروان عطية تتقطع منه، لا والله كان خالد عبد الفتاح قلب الدفاع في الشمال، في الشمال أرضية عايز يعدي إمام، راجع كان من تسلل ما لمسهاش يوسف أسامة نبي. احد مشجعي نادي الزمالك طبعا زعلان، ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، يا مباراه في كره القدم. تدخل قوي، حمدي فتحي راجع من اصابه مباراه بتاعت سموحه، ولاعيب راجل جدا 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 بيحط نفسه في مواقف الحقيقه بتبقى صعبه جدا عليه، لكن هو لعيب راجل يعني يطلق عليه اللاعب الرجل. اتكلم على حمدي فتحي، زي ما قالوا الخبراء الاجانب، قال لك الحصول على لاعبين، طبعا هدف حلو قوي لشريف، جماله ان هو من لمسه واحده بدات من هاني عند حمدي فتحي عدت لمحمد شريف لم يتوانى، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه يا شريف، لازم تثبت وجودك كراس حربه، كنت متميز واتصور الهدف ده ممكن يعيدك الى منطقه التميز. قالوا ايه الخبراء؟ قال لك الحصول على لاعبين جيدين أمر في غاية السهولة، إلا أن الجزء الأصعب يتمثل في جعلهم يلعبون سويا. ممكن يبقى عندك 11 لاعب مميزين، لكن الأهم والأصعب أن أنت تخليهم يلعبوا مع بعض بجد. ويعني إيه يلعبوا مع بعض بجد؟ يعني يخلقوا مواقف دفاعية صلبة جدا، ويخلقوا فرص تهديفية واعدة جدا. ده الكلام. زيزو زيزو انطلاق انطلاق انطلاق، حطها على شمال، عايز يعدي عايز يعدي، يوسف اسامه نبي بيدور، رجع مره ثانيه لزيزو، ارضيه على وسط الملعب، دونجا تسديده اي حاجه يا دونجا في وقت صعب جدا. وصلنا للدقيقه 87، اصبح الموقف صعب جدا على نادي الزمالك، وان كان في كره القدم كل شيء متاح ومباح. جمهور طبعا مزقط مزقط مزقط، ولسان حال لعيبة نادي الزمالك لجمهورهم، جالنا ناس بيفرحونا واما نزعل بيشوفونا، قلبهم بيحس بينا، وقتهم ده كله لينا. الحقيقة ده ينطبق فعلا على جمهور نادي الزمالك،
في نداء لعيبة الزمالك لجمهورها. مرة تانية لعيبة الزمالك بتقول لجمهورها: جالنا ناس بيفرحونا، واما نزعل بيشوفونا، قلبهم بيحس بينا، وقتهم ده كله لينا. دي حقيقة. جمهور الزمالك جمهور عظيم عظيم ومؤازر طول الوقت طول الوقت، وده شيء جميل. اعتقد هذا الامر ايضا ينطبق على جمهور نادي الاهلي اللي يجب يكون مؤازر لفريقه في كل الاوقات. قد تحدث بعض التجاوزات غير المطلوبة، دايما تبقى مع فرقتك على الحلوة والمرة، خصوصا انتوا دايما بتقولوا عمري ما احب غير الاهلي ولا فيه غيره يفرحني. هجمة للنادي الاهلي طويلة ناحية الشمال، استلام من طاهر، طاهر ارضية على وسط الملعب، حمدي فتحي، اليو ديانج، اليو ديانج ده كان معلول اللي فاتت، دي كان معلول، رجعت له مرة تانية، حطها حلوة، خطير 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 خطير. اه يا نهار ابيض، عواد طلع متأخر سنة، كان ممكن يلحقها شريف، لكن عدت عدت عدت. بيطالب لاعيبة النادي الاهلي سلافجو فينيتسيتش بضرب الجزاء، طبعا الزبون وقع بره الملعب، دحرج نفسه لجوه الملعب، يتحدث طبعا مع الحكم الرابع بدلاء النادي الاهلي، نشوفها مع بعض. ادي الانطلاقه، وادي عواد، وادي عواد. اعتقد ما فيهاش حاجه، اعتقد ما فيهاش حاجه، ده شريف شريف لعبها خلاص، والتكمله طبيعيه جدا من محمد عواد، ده رايي. واعتقد انها ضربه مرمى مظبوط كده، واتلعبت عادي جدا، رمي التماس لمروان عطيه، يرجع ورا خالص لرامي ربيعه اللي عمل ماتش مبدع هو وخالد عبد الفتاح، احد الصفقات الرائعه للنادي الاهلي الحقيقه. يعني من ناحيه شمال عايز عد، خطير خطير خطير، وهوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ليله، رد على المستبد، وانت يا اهلي مستبد، وانت كمان يا شريف مستبد، يخرب عقلك يا راجل، ده انت بتقول للكولر اقعد على الدكه وسيبني انا العب. حلوه 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 بشماله، روعه روعه روعه، ثلاثه ثلاثه بس يا شريف، علمني الرأس. حلوه 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 حلوه، محمد شريف ينتفض ينتفض من دكه البدلاء عشان يقول للكولر حرام عليك لعبني، انا استحق العب، اركع يا ابني واسجد لله، شكرا، اتعملت جميله. بس فيها تسلل ما فيهاش، هنشوف. لا ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش، عدى حلوه قوي قوي من ناحيه الشمال، مين بقى ده؟ حمدي فتحي، هو هو، وادي علي معلول، وهوبا، يخرب عقلك يا راجل يخرب عقلك يا راجل، ليله رد على المستبد، ليله رد على المستبد. ايه ده؟ عداها ايه؟ والتاني نشن ايه؟ والتالت شاط ايه؟ التلاته احلى من بعض شربات. حلوه 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 حلوه، يبقى محمد شريف هدفين احلى من بعض احلى من بعض، عشان يقتل المباراه يقتل المباراه بشماله، روعه. الفرود فرود، الهداف هداف، القناص قناف، شريف عاد الى موقعه الحريف، روعه روعه روعه. معلش معلش، يعني هي مباراه والسلام، مباراه والسلام. اوعى جمهور نادي الزمالك يتخلى عن فرقته، اوعى، وده مش هيحصل، هم مش محتاجيني عشان اقول، هم عارفين كويس قوي 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 ان هم دايما في ظهر فرقتهم، فرقتهم حققت لهم بطولات كتير قبل كده. هي مباراه في كره القدم والسلام، مباراه في كره القدم والسلام. الشوط الثاني كامل الدسم كامل الدسم، روعه روعه روعه. 3-0 3-0 للنادي الاهلي في ليله حمراء، في ليله حمراء تماما تماما تماما. لم تفلح محاولات فيريرا لادراك الموقف، كمان الاهلي كان في افضل حالاته بقياده هذا المايسترو حمدي فتحي اللي ورا 3 اهداف. ودي واحده في اليمين لشيكابالا، تحدي من تحت رجله، هارد لك يا شيكابالا، هارد لك هارد لك، ولا يهمك ولا يهمك. هي مباراه في كره القدم، مباراه في كره القدم، والدوري لسه طويل. اليو ديانج، لكن ابتعد النادي الاهلي بالقمه 8 نقاط 8 نقاط. اللي حصلني يكسرني، اللي حصلني يكسرني، ومحدش يعرف يكسرك. على وسط الملعب اليو ديانج، سوري دونجا، محمد هاني، تدخل قوي وعنيف، واربع دقائق وقت بدل ضائع، ضربه حره لصالح نادي الزمالك. زيزو
انا احترت زيزو بيلعب يمين ولا شمال ولا راس حربه ولا ايه، ما اعرفش. انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا الحقيقه يعني. نقله من يوسف اسامه نبي ترتد مره ثانيه لنادي الزمالك، شيكابالا، نبيل دونجا هناك خالص في الشمال في اتجاه نيمار ويوسف اسامه نبي، استلام من يوسف عايز يعدي بسرعته ما عرفش يعدي، رمي التماس للنادي الاهلي من ناحيه اليمين. بنلعب في الثواني الاخيره من المباراه، 3-0 النادي الاهلي في ليله صعبه جدا جدا على نادي الزمالك وجماهيره. لكن انا بقول لهم هي مباراه في كره القدم، اوعى ابدا تتخلى عن فريقك، فريقك عظيم، فريقك حاصل على بطولات كثيره، فريقك يستحق دوما دوما التأييد، لانه في النهايه كره القدم فيها كل المعطيات. لا لو الثانيه لكن التو ما يوصلش، والثواني الاخيره وتألق من مروان عطيه، مكسب حقيقه صفقات النادي الاهلي، مكسب مروان عطيه، مكسب ما فيش كلام. ايضا خالد عبد الفتاح اللي لعب النهارده قلب دفاع، وادى مرونه تكتيكيه لكولر يلعب قلب دفاع او باك رايت، رائع جدا النهارده الحقيقه ومؤدي اداء اكثر من رائع الحقيقه يعني. مره ثانيه محاولات نادي الزمالك، تدخل من اليو ديانج ويطلق الحكم السلوفاني سلافكو فينيتسيتش صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 3-0 في الاسبوع ال 14 من مسابقه الدوري العام الممتاز، ليبتعد النادي الاهلي ب 34 نقطه مقابل 26 نقطه لنادي الزمالك بفارق 8 نقاط كامله، ويترك المنافسه على المركز الثاني بين بيراميدز وفيوتشر. مليون مبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته وجهازه الفني والاداري والطبي وكل لاعبيه. هارد لك لنادي الزمالك ايضا بكل لاعبيه وجهازه الفني والاداري ومجلس ادارته. هي مباراه في كره القدم، كملوا المشوار، اوعوا تتوقفوا ابدا. روعه كره القدم المصريه هي دوم التنافس بين الكبيرين، شعبيين كبار جدا الاهلي والزمالك. دامت مصرنا الجميله هادئه مستقره ناعمة بكل شيء بإذن الله، وستتطور وتتطور وتتطور إلى الأمام دوما إن شاء الله بتكاتف الجميع بالهدوء والاستقرار بمشيئة الرحمن. أشكركم أعزائي المشاهدين مع تحياتي مدحت شلبي، والآن إلى الزميل العزيز سيف زاهر وضيوفه الكبار.